عندنا خبر مهم جدا، ولسه امبارح كنا بنتكلم في صباح دريم على فكرة العلاقات مع الدول اللي شهدت بعض التوتر في الأوقات في الفترات الماضية. كنا بنتكلم على يعني أمثلة كتيرة جدا. مصر وإيطاليا طول الوقت الشعوب نفسها بتتكلم وبتقول انه يعني المصريين بيحبوا الطلاينه والطلاينه بيحبوا المصريين. كنت بقول لحضراتكم قبل كده انه اكتر شعب اوروبي شبهنا جدا الطلاينه، حتى خفه الدم والهزار والكلام، يعني هم شبهنا جدا. الحقيقه الطلاينه مش هقول بقى بيحبوا المصريين في سماتهم وشخصياتهم، لكن بيعشقوا مصر كديستنيشن سياحي، كمكان سياحي ينطلقوا اليه. ده من سنوات، من عشرات السنوات، احنا في سنه من السنين او في سنوات من السنين لما كانت السياحه طبعا عندنا مزدهره للغايه، كان الحقيقه السياحه الايطاليه بتيجي رقم واحد عندنا اللي جايه من اوروبا. لما حصل موضوع جوليو ريجيني الباحث او الطالب الايطالي، وطبعا يعني ما حدش ما اتكلمش في الموضوع ده، مش في مصر بس، ده العالم كله الحقيقه، وحصلت تداعيات كثيره جدا في الموضوع فيما بعد. والحقيقه انه لو تفتكروا، هقول بس حاجة صغيرة قبل ما أدخل في الخبر لأنه في أخبار كتيرة جديدة ومهمة في هذا الملف. لو تفتكروا أول ما وقعت الحادثة الجانب الإيطالي لم يعلق، يعني أول ما تم الإعلان عن اكتشاف جثة لشخص عرف فيما بعد أنه إيطالي الجنسية وأنه اسمه كذا، إيطاليا كل اللي عملته في البداية أول ستيب قالت خطبت السلطات المصرية طب محتاجين تحقيقات لو سمحتوا نعرف إيه اللي حصل. إيطاليا لم تعلق وما قالتش إحنا بنتهمكم ولا أي حاجة. والحقيقه انه بعدها بفتره لما حصلت القطيعه، ولم مش قطيعه، قطيعه بين البلاد، قطيعه سياحيه على الاقل رقم واحد يعني، ولما حصلت بعدها انه تم حظر السياحه الايطاليه عن مصر، وده طبعا اكيد اثر علينا سلبا بشكل كبير جدا. في وقت مصر زي ما بنقول هي مهتمه بالدول الشقيقه في القاره السمراء، فيعني اكيد كمان مهتمه بتقويه علاقاتها في العالم. لما حصل ده الحقيقه الرئيس لو تفتكروا كان في واحده من المؤتمرات اللي بيحضرها وقال، كان بيتكلم على الاعلام، وكان بيتكلم على انه هو ما بيقولش عمره الاعلام يقول ايه وما يقولش ايه، لكن هو بيطالب ان الاعلام ما تكونش مصادره السوشيال ميديا، وان انا ما اكونش كمقدم برنامج مثلا او كمعد بشتغل في برنامج او ارقص تحرير برنامج، ما ينفعش تكون المعلومه اللي بقدمها مصدرها بوست مكتوب على فيسبوك ولا تويتة على تويتر، وانه لازم نرجع زي شغل الصحافه والاعلام بتاع زمان ندقق في الاخبار ونعرف ايه اللي يتكتب وايه اللي ما يتكتبش ويتكتب امتى وما يتكتبش امتى. ليه ده؟ لانه الرئيس قال ساعتها انه لما السلطات الايطاليه كانت في واحده من المخاطبات اللي ما بينهم والرئيس بيقول لهم احنا عندنا تحقيقات واحنا عندنا نيابه عامه موقره بتشتغل في القضيه وعندنا جهات كتيره بتشتغل في هذه القضيه وبنؤكد ليكم ان كل النتائج هنقدمها لكم بشفافيه، وانتوا يعني بتقولوا عندكم انه الداخليه والشرطه المصريه هي من قتلت هذا الشاب. الرد اللي اترد ساعتها على الرئيس وده اتنشر في كل مكان في اي مكان، والرئيس نفسه قاله، السلطات الايطاليه ردت على الرئيس عبد الفتاح السيسي قالت له مش احنا اللي قلنا كده، اعلامكم اللي قال كده، الاعلام المصري اللي طلع قال كده. النقاط دي كلها مهمه، ولما تسترجعها الحقيقه تلاقي انه على مدار السنه اللي فاتت دي لو موضوع ريجيني بالنسبه لنا كنا نسيناه، فبالنسبه لجهات كثيره مصريه كانت تعمل بجد على هذا الملف، تعمل بجد على اعاده الثقه، استعاده الثقه، تعمل بجد على استكمال سير التحقيقات، لانه سونر اور ليتر لازم نعرف ايه اللي حصل وحصل على ايد مين وليه وازاي، وايضا لاعاده العلاقه مع دوله طول عمرنا بنصفها انها دوله صديقه. الحقيقه انه النائب العام بيطلع نظيره، دي اخر التطورات، اخر الاخبار في هذا الموضوع في هذا الملف، بيطلع نظيره الايطالي باخر مستجدات التحقيق في مقتل ريجيني. المستشار نبيل صادق النائب العام اصدر بيان مشترك من النيابه العامه المصريه ونيابه الجمهوريه لدى محكمه روما الايطاليه بشان التحقيقات حول مقتل جوليو ريجيني. امبارح صباح امس امبارح الصبح جرى اتصال هاتفي ما بين النائب العام المصري ونائب الجمهوريه في روما، كانوا بيتكلموا مع بعض وبيتشاركوا ويتشاوروا وبيطلعوا على كل الجوانب المختلفه في هذا الموضوع، وايضا الجانب الايطالي كان يعني بيشوف اخر مستجدات التحقيقات التي يتولاها فريق التحقيق من النيابه العامه المصريه. ده كان عقب اللقاء السادس لوفدي النيابتين، يعني حضرتك متخيلين ان في ست مقابلات
على مستوى النيابة المصرية والنيابة الإيطالية لهذا الحد. لهذا الحد كان الموضوع خطيرا وحساسا جدا، ودار الحديث الحقيقة ما بينهم على وجه الخصوص في شأن نقطة مهمة جدا سيادة النائب العام من عندنا، وهو بيتكلم عن من يمثل النيابة الجمهورية في روما، المحكمة الجمهورية في روما، كانت نقطة عن سؤال بعض ضباط الشرطة عن تحرياتهم اللي أجروها عقب بلاغ نقيب الباعة الجائلين بالقاهرة، لو تفتكروا القصة دي. وكان في شأن ساعتها قعدوا اتكلموا على ان احنا ازاي نسترجع البيانات الخاصة بكاميرات محطة مترو الانفاق، واتقال بعدها في كاميرات شغالة وفي كاميرات لأ، وقصة كبيرة جدا. الكاميرات دي كان او الشركات دي كان عهد اليها بالفعل الى شركة اجنبية، وده الاجراء اللي اتفق على مشاركة الجانب الايطالي فيه. يعني مصر الحقيقة انه من كتر ما سعت ان تقدم كل الدلائل اللي تؤكد انه نحن نعمل بشفافيه وبجديه ومش هنداري على حد، ولو هي غلطه من عندنا هنقول، ولو هي مش من عندنا هنقول. وصلنا انه في هذا الاتفاق كان طبعا كان ساعتها الجانب الايطالي لو تفتكروا كان في حاجات بيطلبها، في حاجات وافقت عليها السلطات المصريه وفي حاجات لا، شافتها انها تدخل في شان مباشر لينا. لكن من ضمن الحاجات اللي اتفقوا عليها انه الجانب الايطالي يساعد الجانب المصري في موضوع الشركه اللي تقوم بفحص كاميرات المراقبة، لأنه ده كان بيحاولوا يحصروا أكتر دائرة الاشتباه في كيفية مقتل جوليو ريجيني. في نهاية الاتصال الهاتفي بين سيادة النائب العام المصري والإيطالي، نائب عام روما الحقيقة قدم الشكر للنيابة العامة المصرية على العمل المبذول لما يشكله من خطوة إلى الأمام في طريق التعاون بين النيابتين، واتفق أيضا على عقد لقاء جديد بين مكتبي النائب العام المصري والإيطالي عقب لقاء شهر سبتمبر المفروض القادم للتشاور حول ما تم التوصل إليه والتطورات المحتملة للتحقيقات في القضية. الجانبين الحقيقة في النهاية أكدوا أنه ضروري جدا نستمر الجانب المصري إلى جانب الجانب الإيطالي على التعاون بيننا، ووصولا إلى الحقيقة الكاملة في شأن الظروف التي أدت إلى اختفاء ومقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني. ده كان خبر مهم جدا من هذا